بعرف شو بدي احكي. تعودت اكل معها، اشرب معها، اجهز لها الاكل. بقدر فرحتي اللي انا رجعت ونور رجع، بقدر اني حزينة برشا انه ميسا خرجت، على خاطر بريمو هي الوحيدة اللي معايا من تونس، وهي كانت اختي واقرب شخص ليا بالاكاديمي. بقول لها انه راح اشتاق لك كثير، وبقول لها انه انت صوت بتجنن واحساس احلى. نحب نقولها اللي انا نحبها برشا. عن جد خساره، بس كلياتنا هالطريق. نحبها برشا، وهي من الاصوات الرائعين في الاكاديمي. واحده من الناس، من اول ما سمعت ميسا قلت لها انا بعشق صوتك. ميسا صوت بجد ما يتعوضش، هي صوتها يغني كل الالوان، صوتها حساس جدا، بس للاسف في مشكله عندها ان هي مش ما عندهاش حته تقدم، يعني ما بتعرفش تقدم كويس. وانا انا انا بنفسي اقل شويه توتر يخلوها فوق المسرح بتضيع، وده غلط. من الفانس حتى وهي طالبه معي، بس انا بحب كثير صوتها. وميسا بدي اقول لها انه صوتها كثير حلو، واحساس دغري يفوت بالقلب، فهي اكيد هلا حتتمتع بشهره واسعه، واكيد ربنا بيوفقها. يعني هي صوت ملوش حل، من احلى الاصوات اللي موجوده في الاكاديميه. ميسا من اجمل الاصوات اللي شفتها انا. يعني ميسا هي مش عارفه قيمه حالها. ميسا عندها صوت رهيب، كانت تستحق ضل الاخر. كنا انصدمنا فيها لما طلعت نومينيه، بس هي كانت شوي قصرت شوي بحق حالها، وهي كانت النتيجه معنا. اللي يكون في سبب يعني معين. اول شيء بدي اقول مبروك لليليا ونور، اكيد كانوا بيستاهلوا. وميسا ما بعرف شو بدي احكي، يعني هي بتعرف انا قد ايه بحبها. في كلمة دائما كانت تقول لي هي بارا زعمر، راح اشتقلها بصراحة، لأنه هي الوحيدة كانت تقولها. صوت حلو، إحساس مو طبيعي. أتوقع أن هي دحين مو خرج من الأكاديمية، بل بدأت طريقة، لأنه إحساسها مو طبيعي وفنانة. كانت تستاهل أنه تضل كمان، بس هيدا اللعب يعني، كل مثل ما قال زكي كل واحد حيجي دوره. نعود نقول لها نحبك 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 برشا برشا. وإذا عم تسمعني، إذا عم تسمعني ما توقف تكفي. اولا هقول لنور وليليا مبروك رجوعهم من الاكاديمي تاني. كثير مبسوط انه طلعت توب 1. هقول لجو مبروك عشان التوب 1. بيبي جو الف مبروك على التوب 1، يستاهل. مبروك لجو توب 1.